من العالمين مراسلنا سمير عمر. سمير، أهلا بك. أبرز مجريات هذه القمة والملفات محل التباحث. يعني مروج، دعينا نشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد استقبل قبل قليل القادة الثلاثة، الملك الأردني وملك البحرين ورئيس وزراء العراق في مطار العلمين. وقبل أقل من خمس دقائق كان موكب القادة الخمسة يعبر هذا الطريق من مطار العلمين في اتجاه مقر إقامة القادة الخمس. ووفقا لبيان الرئاسة المصرية فإنه عقب الاستقبال دار نقاش أخوي ودي حسب وصف بيان الرئاسة المصرية بين القادة الخمسة، تناول مختلف جوانب العلاقات بين الدول الخمس وكذلك القضايا الإقليمية والدولية. بعد ذلك توجه القادة الخمس لمقر إقامتهم في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط الشمالي لمصر، تمهيدا لمأدبة عشاء يلتقي عليها الجميع مع بعض النقاشات الثنائية أو الثلاثية، على أن يلتئم لقاء رسمي في الغد يضم القادة الخمسة ويكون على جدول أعمالهم مجمل القضايا الإقليمية والدولية، سواء كان ذلك ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والتعاون بين هذه الدول أو ما يتعلق بتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية في مقدمتها الأزمة العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وما يعني بظلالها التي ألقت بظلالها الكثيفة على دول المنطقة بالتحديد في ملفي الغذاء والطاقة، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب، القضايا العربية وكذلك قضايا التي تهم كل دولة بشكل أساسي، سواء كان ذلك ما يتعلق بتطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية أو ما يتعلق بالتطورات في مكافحة الإرهاب وملفات الأمن المائي وملفات الأمن الإقليمي والدولي. حتى الآن وفقا للرئاسة المصرية ما جرى هو استقبال ودي ونقاش غير رسمي، على أن يكون النقاش الرسمي يوم غدا. شكرا جزيلا لمراسلنا من العلمين في شمال مصر سمير عمر، أشكرك جزيل الشكر.